يعني عمرو دياب لحد دلوقتي اللي مستمر في نفس النجاح. مع احترامي لكل الاساتذه الكبار التانيين، وبعد كده تامر وحمائي، وبعد كده كل السن بيصغر يصغر على حسب السنين اللي تقدمه. محمد نور رقم كام؟ انا ما عنديش اي ترتيب. انا بحب ايه؟ ان كل الناس لما تشوفني في الشارع غنوتك جامده، احنا بنحبك. انا بسمع دي، ده بالنسبه لي المقياس. ماشي، مش بالنسبه لي مقياس بقى الارقام والفيشينكو بتاع. انا ممكن اعمل لك غنوه بكره 30 مليون فيشينك كلها، فيشينك العالم. انا بالنسبه لي الشارع. دخل واحد من بتوع الفيشينك دول في مول ودخلني انا مثلا في مكان، وشوف الناس هتعمل ايه. بجد انا بشوف ردود افعال من الناس مش طبيعيه، واللي بيصرخ واللي بيعمل وبتاع، عشان الناس بتحبك ومش متعودين ان هم يشوفوك، وعلى طول انت بالنسبه لهم حد مؤدب محترم، طريقتك كويسه معاهم، وانا برحب جدا بالناس. فبالنسبه لي مقياس الشارع مش الفيشينك. انا باشا ممكن بكره اعمل لك بكره فيشينك تبعي شوت. مش ده مقياس خالص. المقياس يعني في مشاهدات في شينك الناس بتقعد تلعب بيها. انا عامل لك، انت تتفق معايا مثلا على حاجه، عاملها لك في شينك بعد يومين، واول خبر يقول لك وصول اول مليون بعد اربع اي بتنجان، وبعد كده تلاقيها فضلت هم دول مش اي وصول لاي حاجه. 7 جنيه وربع. 7 جنيه وربع وخلاص. كلمتك الشهيره بالظبط. نور، نورتني في تلفزيون اليوم السابع، وان شاء الله دي مش هتبقى اخر زياره. انا بتفرج عليك جامد جدا. طب انا اسالك سؤال بقى. اتفضل قول لي. ساعات انت تنطلع ماسك واحد مشمبره بيبقى عشان هو لازم يتشمبر فعلا ولا عشان انت بتحس ان هو فعلا مستفز؟ يعني في ناس كتيره جدا يعني مستفزه جدا الصراحه. واتس ذا مينينج اوف شمبره؟ يعني بتشيعهم تشيع. فانا بس السؤال ده بتبقى انت مثلا فعلا هم عاملين حاجات مستفزه، ولا انت بتستفز منهم، ولا انت بتنقل راي الجمهور؟ لا، انا بنقل راي الشارع. صح. مع اللي انا بشوفه بيستفزني لازم يعني انا عندي مشكله حقيقيه بقى اقول لك عليها. اتفضل. بكره قوي ستايل الناس تنزل على مثلا انستجرام وفيسبوك، جوز خالتي مثلا حزين شويه ادعوا له. يا بكره الحته دي. طب قبل ما عمتي عمتي بتعمل عمليه مثلا ودنها توجعها يعني ده بيجنني بقى بصراحه. يعني يا عم الف سلامه على عمتك والف سلامه على خالتك، فهي دي بس. طب انا ذنبي، انا ذنبي ايه؟ انت بتطلع انت تشيع. انت ليه واخد بالك؟ حتى يعني في ناس برضو من زمايلك المطربين، بما انك انت مطرب ومعانا النهارده محمد نور احد المطربين، لو زعلان مع مراته شويه يقول لك اصل هي انا حزين وزعلان ومش هكلم مراتي النهارده عشان ما جابتليش النسكافيه في ميعاده في اوضه النوم. طب انا مال انا ما بحبش حاجه. مالي يعني. انا مش عاجباني اللي هو انت في الشارع. طب انت شايف المطربين في اكثر من مطرب الفتره اللي فاتت تجرب الموضوع ده، موضوع حياتهم الشخصيه لمجرد ان هم تصدروا الترند. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ ده قبل من حاجه تقرف الصراحه. حاجه وحشه جدا. عايز اقول لك ان انت يعني عندك اي مشكله وبتاع حلها انت. يعني احنا مالنا؟ يعني احنا مال ابونا احنا نحلها احنا؟ صح يا جماعه. دلوقتي انا زعلان جدا من كذا، عشان ازعل انت منه من جواك يعني. بس ما تشركناش احنا عشان اقدر اقول لك انا بقى زعلان منك. مش عارف، مش ناقص قوي ثلاث. صح صراحه. صح كده. هو ده. الله عليك، انا بحب جرأتك يا نور. لا مش جرأه، بس انا انت انا في حاجات صريح وشفاف. اشوف كده ما اعرفش واحده طالعه تقول انا عمل فيا يا عم عم انا مالي انا مالي بتشركيني بالحاجات دي ليه؟ خش اقرا الكومنتس. يا عم احنا مالنا بابوك وانت الغروف ده يعني ليه كده بقى؟ انت مره حد شتمك مره يا نور على السوشيال ميديا؟ والله لا. فيس انستجرام؟ والله العظيم انا ما بستفز. مثلا حد يقول لي ايه بجد ده انت رخم قوي انت؟ ارد عليه اقول له طب يعني طب في حاجه ممكن تضايقتك؟ يبعت لي طب انا اسف. يعني يا لهوي على تقل. اقول له طب معلش يعني، او مثلا ايه دي مش حلوه، بس دي مثلا مره غور كل 1000. فانا بحب اقعد اقرا يعني. اقول له طب معلش ان شاء الله نعمل حاجه احسن. يقول لي طب والله انا معلش انا اسف ما كنتش فاهم انت بتقرا. فالناس كويسه، بس انت ما تاخدش يعني ما تخشش تستفزهم تقوم حاطط حاجه مثلا لازم تشتمك مثلا. فانت ما بتعملش كده، انت ما بتستفزش الناس يعني. الناس اصلا كفران. طب ممكن توجه دلوقتي لبتوع السوشيال ميديا النهارده، ممكن يقول لك ايه؟ انت ما تعرفش فلانه؟ اقول له انا ما اعرفهاش. قال لي يا عم ازاي ده عندها 3 مليون على انستجرام. ده ايه ده؟ بذمتك ينفع؟ الراجل ده انا عندي 1200 على انستجرام وحمد ربنا. لا مالهاش علاقه. الحمد لله انا بس خد بالك انت الناس بتحبك. وبتقدم حاجات حلوه. انا بتفرج عليك جدا حبيبي. الفيديوهات بتاعتك دي بشوفها 3 مرات والله العظيم. مش عشان قاعدين نتكلم. لا والله انت بقول لك انا ازيك انا بتاع الشارع. انا بحب بقى ايه الناس اللي تاخد دورك عشان باكل ايس كريم. يا عم انا مالي باكل ايس كريم يعني بقى الموضوع ده متقيل الصراحه. صح كده. طيب والله العظيم انا يعني بحط رايي على راي حبيبي محمد نور. وجماعه ارجوكم على السوشيال ميديا حاجاتكم الشخصيه خليها لكم في حياتكم انتوا الشخصيه، وخلونا دايما السوشيال ميديا تواصل اجتماعي. يعني مش لازم تتكلم عن حياتك الشخصيه، بس تتكلم عن
القضيه اللي بتشغل الناس كلها. عملنا حفله حلوه، حفله حلوه، خرجنا خروجه كويسه. بتشكر حد بس، ما تشتمش في حد، اشكر حد. طيب اشكرك جدا يا نور. انا بشكرك، وانا مش عايز اخلص اللقاء ده. انا بشكرك جدا حبيبي.